استيلاء على السلطة بقوة السلاح، فيجب أن توضيح الأمر هذا، أي جيش هو المقصود به، وكذلك المعلم في الجهود التي أثمر أشياء باتوا جعلين. هذه بتسلم ولا بتقاوم؟ هذه جيد، هذا اللي يكون فاتح الموضوع. لا نشكر على أريد أن أنوه ونشكر منهم. سلطنا عليها الضوء لأهميتها فقط، يعني ولكنها مش نبغى نستوعب بعضنا، نطلع بيان يكون منطقي يعبر عن طرابلس مدينة السلام اللي هي سكانها من جميع ليبيا. ما جيناش هنايا لأجل فرقة أو أن احنا باش نتهموا بعضنا أو أي حاجة، احنا هنايا جايين نبغوا نديروا موقف. أن احنا تم اتفاق أمني برعاية الأمم المتحدة بموافقة جميع الأطراف، وهذا الاتفاق هذا يراعي الترتيبات الأمنية اللي موجودة في الاتفاق السياسي، وأن احنا بنطلعوا ببلادنا وبنسعوا بالعاصمة متاعنا اللي هي عاصمة كل الليبيين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. في هذا اليوم الاثنين 7 محرم الحرام 1440 هجري الذي حرم الله فيه القتال، الموافق 17/9/2018، اجتمع بطرابلس عاصمة السلام ممثلين من مدن المنطقة الغربية، المنطقة الجنوبية، الجبل الغربي، واستعرضوا معاناة سكان العاصمة نتيجة الاشتباكات بين الأخوة، والتي أدت إلى قتل الأبرياء ودمار المنازل ونزوح العائلات، إضافة إلى ارتفاع مستوى الجريمة في بعض المناطق، وتعرض المواطنين والمساكن للنهب وانقطاع كامل للكهرباء وإلى توقف إمدادات المياه في العاصمة طرابلس، في الوقت الذي نتمن ونبارك فيه جهود كافة الخيرين من رجال المصالحة والمشايخ والأعيان والبلديات الذين هبوا من الساعات الأولى لوقف الاشتباكات، والتي استمرت على مدى 3 أيام الأولى وأفضت في النهاية إلى توقيع جميع الأطراف بمدينة الزاوية برعاية البعثة الأممية. وكذلك نؤكد على ما جاء في بيان بلديات الجبل الغربي ليكون ضمن برنامج العمل للحل، ونؤكد على الآتي: 1. دعم الاتفاق الموقع من جميع الأطراف بمدينة الزاوية برعاية البعثة الأممية. 2. التأكيد على أمن العاصمة، على أن العاصمة عاصمة كل الليبيين وعاصمة السلام. 3. الابتعاد عن لغة التصعيد العسكري والتأجيج الإعلامي وتحكيم منطق العقر والحوار للخروج بالبلاد لبر الأمام. 4. خروج كافة التشكيلات المسلحة من مؤسسات الدولة في كافة مدن ليبيا وحلها وفق الترتيبات الأمنية. 5. مطالبة حكومة الوفاق باستصدار قرار باستدعاء كافة الأفراد المنتمين للجيش والشرطة وبشكل عاجل للالتحاق بمؤسساتهم. حفظ الله ليبيا من كل مكروه، صدر في طرابلس 17/9/2018. نسأل الله أن تكون هذه السنة الهجرية سنة خير وأمان وحب ووئام وسلام بين كل الليبيين، وأن تكون عاصمة طرابلس عاصمة السلام حاضنة لكل الأطراف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.